أقدم مباشرة إلى الأخ والأستاذ المحاضر ناجي بابوش يحدث عن الجداية وما أدراك ما الجداية. شكرا سيد العميد سيد الرئيس. قبل ما نتعرض للجداية كنا نخوض فيما أولية فيما سمعت صحيح وما إيجابيات فما تطور على مستوى النص، ولكن دعوني أقول أنه على مستوى صناعة النص القانون النص ما زال كثير، وخاصة في الطاقة وفي المجالات عديدة. باعتقادي يحتاج إلى كثير من إعادة الصياغة. فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية، سمعت الكلام اللي قاله سيدي ياسين. أنا صراحة يعني بالنسبة لي وكأنها أحكام انتقالية. انتقالية من القوى الديمقراطية، يعني أمر غريب يعني فيما تضمنه. المنظومة الثالثة عامة ولكن هي في خضم تمهد لما سأقوله تتعلق بما يلي: مشروع الدستور من وجهة نظري بالرغم من التخصيص على ذلك في عبارة المعارف العرضية، مشروع الدستور هذا لا يؤسس لعدالة اجتماعية. الجبهة كما تعلمون مؤسسة على الاقتصاد، هي تركز على الاقتصاد فهو واجهة للاقتصاد. والجداية لما تحدث عن جداية الأمر هذا حتى مفهوم هواسي ليس مفهوم تحديدا، يعني ماذا؟ يعني نقصد طب الأداء الاقتطاعات الاجتماعية وكذلك التدين وما أدراك ما التدين. لماذا؟ لأن التدين اليوم هو ضريبة الأرض، يعني إذا ما نتدين اليوم فهذا ما سنلزم بذلك، خصوصا أنه بالنسبة للدولة التونسية نعلم جميعا أن 85% من مداخيلها هي مداخيل جبهة مداخيلها يعني الذاتية. الاقتراض مسألة مهمة جدا. لماذا الجبهة؟ وإذا أقول أنه مطرح بالنسبة لحديثي أنه التفكير أنه لا ديمقراطية للنظام السياسي لا يتأسس على مقومات الجبهة. لماذا؟ لأن الجبهة في الدول الديمقراطية هي تقوم على القبول بدفع الضرائب، وتقوم كذلك في المقابل على محاسبة القائمين على الشأن العام بمآل محصول الضرائب واستعمالاتها في بمثابة كل عملية انتخابية، فضلا عن وجود أجهزة رقمية. والديمقراطية في الغرب وخاصة في بريطانيا ولدت كانت حجر الزاوية، والمنطلق هي لما البرلمان الإنجليزي على مدى القرون صحيح افتك سلطة سن أفراد، يعني بالطريقة هذه ولدت الديمقراطية البرلمانية القرية. وفضلا عن أنه الجباية أيضا رافق تحرر الإنسان يعني من العبودية والأشياء الأخرى، يعني جاءت مع تأسيس ومنصب الأفراد. والجباية أيضا واقع مضيف انه سوء تدبير الجبايه وسوء تدبير الماليه العموميه امر على غايه من الخطوره، ونحن بلد مثال يدرس في كل الجامعات ويذكر لما يتحدثون عن تاريخ الجبايه. مثال التونسي مثال معروف، فقدنا سيادتنا في القرن التاسع عشر بسبب سوء تدبير الماليه العموميه بسوء تدبير الجبايه. تعرفوا ثوره علي بن فهم 1860 قامت عندما قدر الباقي بمضاعفة أداء المجتمع، وفيما بعد 1869 الدولة وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ووقع تأسيس الكوميسيون هذه الكوميسيون المصرية، وعندها الناس مازال تاعها هذه الكوميسيون موجود في العاصمة. هذا مهم جدا. بالنسبة لبلادنا، بالنسبة لتونس كما تعلمون الثورة منطلقها كان أزمة اجتماعية حادة، كانت بدورها امتداد لأزمة مالية واقتصادية شملت صحيح كل تقييم بلدان العالم. لكن الدولة التونسية فشلت في رسم منظومة جبائية بالمفهوم الأساسي تحقق توزيع عادل للثروة ولو أن العدالة نسبية. والجباية التونسية كانت ولا تزال تتسم باختلال التوازن، اختلال التوازن بين الفئات بين الجهات، وكذلك هي الآن بسبب خلق اختلال جديد بين الأجيال، لأن الإكثار
من التداعي اليوم بالمتحدة الشن أن يجعل الأجيال القادمة تتحمل فهذا الجد. المنظومة الجبائية كانت ولا تزال غير عادلة لأنها مشكلة في تونس اليوم في حق طرفين بين يجب التركيز عليهما، وهما المؤسسة المنظمة اليوم هي التي يعني تدفع والدفاع، يعني هالشريحتين هذوما هما اللي يتحملوا في الاعتجاج. في المقابل عندنا شريحة معينة فيها رسميا احصائيات وزارة المالية 400,000، قداش دخلوا الدولة في 2012؟ يدخلوا 23 مليار. عملنا الحساب المحاسبين حسبوا كل فورفيتير هذوما يدخل اقل من 5 دينارات في الشهر، اقل من 60 دينار في العام، في حين ان الاجر الادنى الاجر المتوسط للموظف العادي او حتى الاجر المتوسط العام يعني يدفع اكثر حوالي 1,000 دينار. يعني المساهمه الجبائيه للاجر المتوسط تقارب 1,000 دينار في حين سنوي، في حين ان الناس هذوما وهي نعتقدها استاذ جيسمون كيما فالوار يعني اكسبلوري سي انورم بوسيبيليتي. لكن على الاسف الى حد الان التحليل الجبائي كان ولا يزال ثقافه رياضيه، والناس عندها الحق في هذا الجانب ياخذ من قلوب الناس اللي يسرقوا الحاكم عندنا يتباهى به. انا ضربت الحاكم في مليار، انا ضربت الحاكم نصافي من عند الناس. احنا اسمعين يسرق خبز مسكين يقول انا كان السوق وبيع وعلي وعلي ولسرق الحاكم. يتباهى به والاموال السوسيال الان سرينا امور عاديه جدا ما مربوط بالحاكم بثقافه عدائيه بين السلطه القديمه وحتى في عهد الاستعمار كانوا ناس كانوا احد زعماء الحركه الوطنيه يطلعوا ناس باش يخرجوا تعرفوا، ولكن ما بعد ما تعرف يعني يفوقوا كاي ريال يفوز الشعب ساسيرودوني كونتر ليتا بابا سوي. كذلك عيوب المنظومه الجبائيه في تونس لا تحقق الديمقراطيه خلافا للبلدان الغربيه. بناء على ما سبق كان المفروض الانسان اللي بيشوف الوضع هذا اسباب الثوره وضع المالية الأممية وضع متأزم وضع الشركة المفروض أن تكون المنظومة الجبائية محور والمالية الأممية محور للنقاشات وعلى الأقل محور من المحاور الأساسية. لكن اللي لاحظوا ملاحظ من بعيد بعيد ولكن في العين هي مسألة تكاد تكون مغلقة، هي مجرد إشارات من خلال المسألة لم نلحظها والحال أنها مفتاح يعني الاستجابة لمقتضيات ما جد عندنا. والسبب في رأيي سألت لماذا الجبائية تكاد تكون مغايرة؟ لا نتحدث عنها، لأن ربما طرح المسألة سيؤدي إلى المحاسبة ويستوجب بالامتحان سلوك قدوة من أولئك الذين سيتحدثون عن ذلك. ولكن هذه المسألة كلنا الجبائية يعني وين من معناها سيمبوليزات بالفاتورة مالية. إبري لاحظوا بالبيئة، هو إذا لاحظوا نزوفة والحق مرة أخرى نعود نحكي عن كلمات روبرتس تونسي بسرعة هذا الواحد يقول بكل ألم يتباهى بعدم دفع ضرائب الدفع. والجواجر الجبائي يكاد يكون مغلي طبعا نشوف الفصل هذا يتعمل في الدستور مشروع يعني مجرد إعادة لصياغة الأحكام القديمة والأكثر، ولكن فيه جوانب سلبية وخطيرة. يعني لما أنا نقرأ النص هذا يعني الفصل 10 استغربت لا يميز بين الغش وبين التهرب الجبائي ليفاسيون فيسكال لانه المشرع في البلدان الكل يعمل وبتوقع في امتيازات جبائيه والناس يختاروا ويتفلاوا الجبايه ينقصوا من عدد الجبايه بتاعهم بصوره شرعيه زاد المشروع يحلم هذا يطبق القانون. نشوفوا النص كما هو معقول بالمستقبل اذا يقعد النص والصيغه بتاعه لن يكون بالامكان منح امتيازات جبائيه، ستصبح يعني غير ممكنه لانه الناس على الاقل كانت النص على الاقل كان المفروض يقولوا يعني ربما تفادي التهرب الغير شرعي على الاقل لانه المشرع في بعض الاحيان ينقص التهرب الجبائي. مره اخرى على الاقل يكون التهرب غير القانوني على الاقل. من النقائص عدم التنصيص ايضا على وجوبيه التصريح من قبل الجميع. مش معقول يجيب الناس حتى المجرى نفسه ما يصرحوش، قالوا شو هذا حتى نعملوا لك روتيني على الثلاثيه 1000 جنيه، لكن التصريح الجبائي امر مهم جدا. اذا كان نحبوا ناسسوا المستقبل لدوله بتعاجز
يعني سيليز الديسكات الناس كل بقول البرزة عندها أنا مراش كيفاش مطرفين الناس يخبطونها ولا في مسؤولين سياسيين أنا أقول كل ممارسة الاستمرار في المناصب الإدارية والمناصب السياسية لازم يكون مشروع بالتصاريح الجبائية وهذا بد في اعتقاد الدستور جدا بد أن يؤسس على هذا الوزن حتى في المستقبل الناس عندنا حقوق على الدواسيه ولكن الدوله عندها حقوق عليها والا نتحدث على الدوله ونعمل طلبات ونطلب شيء جميل جميل اعمال الشعب ومفهوم عند الناس وبالتالي المساهمات هذه ضروريه كذلك يعني انا نتصور من المبادئ الاساسيه المفقوده في الدستور مبدا التصاعديه بالضبط احنا لو نعملوا دستور يعني ياسس لعداله الاجتماعيه ما نعملوش فيه تصاعدية ثمرة تشغيل من الدولار إسبانيا وغيرها الدول يعني تأسس المبدأ هذا مش يعني الاتحاد الناس يساهموا وفقا ل ما يحققونه من يعني مداخيل كذلك في مبدأ آخر صحيح ما يحتوش عن برشا حتى في أوروبا في بعض البلدان على الأقل كنا عاملين لو برانسيب لا نيسيسيتي بلان لو برانسيب لا نيسيسيتي بلان مبدأ ضرورية القانون مبدأ ضروري المبدأ ضروري القانون موجود حتى في فصل 42 مشروع لازم يتم يعني شو المبدأ هو انه النص لازم يكون ضروري لتحقيق الهدف المطلوب والا مش ضروري المجلس السوري الفرنسي مثلا اذا كان يقول لك الطريقه هي مش ضروريه ما تخليش تعملها تكون مخالفه للدستور مساله ضروريه الضرائب في اعتقادي مهم جدا ايضا كل نص حكايه حاجه كيس يعني عدم احتكار القانون لسلطة فرض الضرائب يعني مش عملنا دستور 59 في يوم بيرو جاي أعطى المجلس التشريعي سلطة احتكار سنة القواعد جينا في 76 من 76 عملنا التعديل وأدخلنا حقنية رهيبة بشكل في بعض بشكل عندها آثار سلبية رهيبة جدا وهي تطويل صحيح التطويل لرئيس الجمهورية والباب هذا حل علينا باب جهنم وانا شاهد على الاشياء شفتها لما كنت في لجنه تقصير الحقائق. يعني شيء رهيب يا سعد. يعني في الديمقراطيه البرلمان ينفرد بسلطه التشريع. احنا هون خلينا كما هو. يعني النص بتاع 34 دول المنطقه السابعه كما هي تقريبا خلينا. بل يعني التحريض اكثر رداء. وبالتالي مساله الرياضه عدم افراد البرلمان وعدم منح امكانيه التفويض. التفويض مش بنخليه إمكانية للتعديل بتاع نسبة طلع شوية حسب ظرفها مغرفية صحيح وبالتالي كل معك صحيح ما تعرف سبع الحين يفترض أنه نزيد ولا نقص في الأداء نعمل إعفاء مش نجيبه شوية قطار لازم ولكن مش نخليه يعني خلق سن يعني إنشاء أداءات وسن القواعد وطين كله وإجراءات كله ينجح معاه رئيس الجمهورية وحتى اللي صار في تونس شنو في عهد بن علي أعطاه تفويضات تم جاءت مثلا نعطيهم جبيت الخمور ولو نهرجوا مع سنفوني ما جبيت الخمور من عام 88 جاء نائب البرلمان قال والله هذه اسمها القريب هذه اختارنا منه جاءوا اعطوا تفويض من وقتها يمشي ويبدلوا يعمل امر يخوه يبدلوا يعدلوا نصف نسبه النصوص يعني ما حدش البرلمان دخلها على السلطه نتاعو ولكن مش هذا فرق في مجال التشجيع الاستثمار عندنا فصل عندنا مجله فيها 500 فصل شوفوا المجله هذه شكلها فكره اعطت 43 امر اللي هما يعني كلهم فيهم تقريب وخليك يسحق فيهم امتيازات جبائيه فيهم بنصوص والاوامر هذه مش عارفين فكره عملت احصاء حتى العام الثوري 178 مره تبدل منهم امر من الاوامر تبدل 25 و26 مره القانون بيدو مجال التشجيع الاستثمارات كل 8 شهور تبدل 29 مره من عام 94 حتى السنة الهادي 29 مرة حالة وين الاستقرار وين الاستقرار يعني من مبدأ الأمن يعني لا سيكوريتي جمعي في الفيسكاليتي في أوروبا مبدأ من المبادئ الأساسية حتى المحكمة الأوروبية يعني تحول الإنسان يعني صارنا في المسألة هذه بطبيعة الحال جنب هذا الإيطالي أنه معناها عدم يعني ونضيف حاجة أخرى بل ننسى أنه يعني استغل رئيس الجمهورية السابق الصلاحية هذه خاصة الفصول معروفة الفصول 52 لأنه كان فصل بعدين وليه سي مكرر المنترش نوع حزيره أربع أو خمس فصول يعني ديكادو سعيات إيش بي ما فيه امتياز نظر بيضا الخمس سنين عفاء ومرشون على تدو كلية ما فيه مخيل حتى تبلي بعض أحيان اللجنة بتاع الاستثمارات
كل ليه وغيره لا نعطيه راو يعني بحي زي القطاع أطول يطرق وبعيدة كل الباب عن الأسباب الغد شو اسم التصرف في الليلية العمية يستوي إلى زي إلى الإضافة إلى التحكم في البدائل التحكم زي ما مش موجود في الأسلوب في المشروع التحكم في عائلة الميزانية والتحكم في المشروع ده من يجب صخر شو هو الوقت الربوي يعني بعد ما يعملوا لعيب الدور ويدخلوا في الدساتير بتاعهم احنا مش ناخد واحد جنب الباقي منهم لابد التوازن هذا بين الموارد حتى بالنسبه للجماعات العموميه اذا رجع له بعد بسرعه يعني هاي من الجوانب التي يعني مثلا مبدا مثلا جعل النزاهه والصدق من القيم في الماليه العموميه مفروض يعني الاسانسيريتي بالجدال مبدا كبير في الدول الموجود في الدساتير او في الدساتير الماليه للدول للحل النقطة الأخرانية هي مسألة مركزية الجباية في دوس يعني شو لو نحن نعمل لها مركزية أو برشو موقف فما أحكام جديدة نجم نعتبرها إيجابية مثلا ليه؟ شوف الدول الأخرى تنخل فرنسا من بين الميس مونتراليزي في أوروبا يعني لما أنا جيت لايك أو أمريكا شوف يعني في بلدان كما فرنسا بعض محصول الضرر يلزم يتحول بمقتضى النص الى الجماعات العموميه والا مش تقعد هي تحت رحمه السلطه المركزيه والا ما تبقاش يعني واحده في اوروبا مثلا في فرنسا مثلا دوتوات اونجيسترمون معالم التسجيل المحصول بتاعها مش طبيعي يوجد في المدينه في الجماعه العموميه احنا يعني كل شيء فلوس وبعدين السلطه المركزيه بتوزع وتعطيل هذا بحسب اعتبارات اخرى هذه هي مساله يعني تخصيص محصول ضرائب معينة نعطي مثال هذا في حال ومن الرواشي لابد أن الدستور نفسه يقرر الوجوبية التي يصير الحال بتدرج ولكن ضروري حتى في بعض البلدان كما المغرب يعني تم البوسون ولا دو البوسون يرجع من التباعد من قاع الاستخلاص نتاعو يرجع للجماعة العمومية نجم نعملوا الامتيازات الان اللي هو موجود يعني ماهوش ممكن يعني باش نقدموا ولا نعملوا يعني يعني ومرة أخرى مسألة الجماعات العمومية المحلية هذيا إذا كان ما نعملوش مبدأ التحكم في التدين هذا مهم جدا لأنه قد كان ما نعملوش التحكم في التدين يعملوا ميزانية معتدلة باش تخرب الدنيا لو تعرفوا شط واحد رئيس بلدية من عشرة نجي المدينة نتاعها في السادس فينجم يمشي يحرب الدنيا يغرقها بالديون لا لازم نعملوا له ثوابت يعني نسبة معينة في الحجز نسبة في التدين باعتقاد الدنيا من الشيء اللي لابد من ال لأنه مرة أخرى نأكد على شيء وهو أنه الدين دين اليوم راح ضريبة للغرب كذلك ربما مسألة مراقبة نمو الثروة توا شوف مشروع الإشارة مسألة مراقبة نمو الثروة لأنه الثروة هذه الغير مشروعة هي لابد تم ناس الثروة بتاعهم طبعا أنا كنت أوفركم بلقينا شيء كمان يعني عديد الناس وشوف الأشياء بعيني أمر غريب يعني الثروة بتاعهم ثروة فاحشة منين جاي؟ راهو الغالبية ساحقة على حساب الإدارة يا ما خلصش ديوان على خاطره يكون عبيد وإلا يعني ياخذ امتيازات وإلا يعمل يعني الغش يعني يعني يحبوا شكرا